السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في حلقه جديده من الحلقات ديالنا ديال الدعم المدرسي تتمه درس الاتصال. واليوم ان شاء الله غنشوفوا فقره ديال الاتصال على مجال لا كونتينيتي سور ان انترفال. اذا هذه الفقره هذه كتعتمد على القواعد، لذلك حطيت لكم واحد القواعد هنا غتستعملوها وفي نفس الوقت غنوريكم كيفاش تطبقوا هذه القواعد. اذا كيف ما كتشوف معايا كتب لك بان الداله الحدوديه والدالة ديال السينوس وديال الكوسينوس، هاد الثلاثة ديال الدوال هو بالنسبة لنا حنا كيكونوا معرفين على R. السينوس الكوسينوس الحدودية مجموعة التعريف ديالهم هي R، لذلك فيما نلقى الحدودية ولا السينوس ولا الكوسينوس عندي حق نقول أنها متصلة على R. هذه أول قاعدة. مثلا كيفاش غنخدم هاد الأسئلة هذه؟ إذا تطبيق واحد، عطاونا دالة f دو x تكتب على شكل x أس 3 زائد x أس 2 ناقص 4 وهي عبارة عن دالة حدودية، وطلبوا مني نبين أن f متصلة على المجال المفتوح 0 3. إذا أنا هنا راه ما يكونش عندي التخراج ديالي بالحساب، يعني غتكون غير قاعدة خاصني نحطها لهم. هاد القاعدة كتختلف من أستاذ أستاذ على حساب الأسلوب ديالو. المهم حنا غناخذ واحد أسلوب اللي هو سهل وغنكتبوا لهم كجواب f هي دالة طبيعة الحال غنقولوا عليها متصلة على من؟ على R. حنا كتبنا القاعدة طونكو هذه حدودية عندي حق نقول متصلة على R. علاش؟ قاعدة في الدرس كتقول لنا جميع الدوال الحدودية راهم متصلين على R. إذا كنقول لي f دالة متصلة على R، ولكن انا طالب مني مجال اخر 0 3، وما تنساش بان هذا 0 3 راه هو ضمن R، يعني راه كاين وسط من R، لذلك غنزيد واحد الكلمه وبالخصوص على المجال 0 3 هي متصله على R كامله، راه بطبيعه الحال غتكون متصله على واحد المجال وسط R. هادشي اش كنزيد وبالخصوص على المجال اللي باغين هما 0 3، وكندير البرهان لانها حدوديه، يعني الجواب ديالنا هنا غيكون دائما عباره عن جمل. الخاصيه رقم 2 كتقول لنا بان الداله ديال الطونجونت هي متصله على R ما عدا بي على 2 زائد كابي. كلشي كيعرف بان الطونجونت عنده مشكل مع بي على 2، علاش؟ حيت الطونجونت ديال بي على 2 لا يوجد، ما عندوش طونجونت، بي على 2 ما عندهاش طونجونت، لذلك كنقولوا الطونجونت معرف على R ما عدا بي على 2 زائد كابي، وفي نفس الوقت غنقولوا الطونجونت متصلة على R ما عدا بي على 2 زائد كابي. أما بالنسبة للدالة الجذرية اللي هي كتكون على شكل كسر، غنديروا ليها واحد التعريف بسيط وغنقولوا كل دالة جذرية هي متصلة على مجموعة تعريفها. بحالاش مثلا حطوا لي دالة بهذا الشكل f دو x x أس 2 زائد 1 على x ناقص 3، وقالوا لي بين أن f متصلة على المجال موال انفيني صفر. دائما المجالات مفتوحين غنخدموا بهم، حيت خدمه المجال المغلق هي خدمه خاصه غنشرحوها في الاخر ديال الفيديو. اذا غنبينوا f متصله على موال انفيني زيرو. اول حاجه هاد الداله f مجموعه التعريف ديالها هي موال انفيني 3 اتحاد 3 بلس لانفيني، هذه مجموعه التعريف ديال هاد الدالة. مقام يخالف صفر، إكس ناقص 3 تخالف صفر، إكس تخالف 3، صافي وكنديرو مجموعة التعريف. رد معايا البال دابا، الجملة اللي غنستعمل باش نبين الدالة متصلة في موال انفيني صفر، غنجي غنكتب ليه جملة إف دالة متصلة على مجموعة تعريفها. منين جبت هذه الجملة هذه؟ جبتها بالقاعدة ديال الدرس اللي كتقول لك
كل دالة جذرية متصلة على مجموعة تعريفها اللي هي إلا بغيت نكتبها نكتبها من الأحسن نكتبها ليهم موالانفيني 3 اتحاد 3 بلوس لانفيني ما بغيتش تكتبها ماشي مشكل موالانفيني 0 راه ضمن مجموعة التعريف هذا المجال هذا راه ضمن مجموعة التعريف إذا اش خاصني نزيد أنا خاصني نزيد ديك العيبة ديال وبالخصوص وغندير حداها وبالخصوص على المجال اللي كيبغيو هما موالان فيني صفر والتعليل لأنها دالة جذرية إذن هاد الفقرة هذه غتمتاز غير بالقواعد وآخر قاعدة كتبنا هو جذر إكس فيما تبان لك جذر إكس يعني فيما يبان لك جذر إكس عندك حق تقول عليه متصل على زيرو بلس لانفيني اللي كنقولوا ليه عاوتاني ار بلس هذه قاعده يبان لك جذر اكس ما صافي ما تدويش معاهم اكتب ليهم متصله على زيرو بلس لانفيني اذا هادو قواعد اوليه غنزيدوا القواعد الثانيه دابا بعد ما شفنا القواعد الاولى دابا غنزيدوا القواعد الثانيه اللي غنحتاجوها بزاف ركز معايا الله يرضي عليك عندنا F و G دالتين متصلتين على واحد المجال E عندنا جوج دالات متصلين على واحد المجال E F زائد G يعني لش ديتي F وجمعتيها مع G غتبقى دائما دالة متصلة على نفس المجال E بعبارة أخرى مجموع دالتين متصلتين على مجال E غيعطينا دالة متصلة على نفس المجال E كيف عشان نخدموا هذا النوع ديال القاعدة النوع الأول حطينا ليه التطبيق f دو x تساوي سينوس x زائد x أس 3 ناقص 1 بين أن f متصلة على المجال المفتوح 0 1 هذه الدالة f هي مزيج دالتين يعني هذه الدالة f راه كتبان لك فيها السينوس وفيها حدودية يعني جامع لينا فيها جوج ديال الدالات يعني راه ما يمكنش نخدمها كامله في دقه واحده خاصني نقسمها السينيس غنعتبره بحال هو اف و اكس اس 3 ناقص 1 غنعتبره هو جي وخاصنا نبينوا كل وحده فيهم متصله باش في الاخر نقولوا ليهم راه المجموع ديالهم غيكون داله متصله اذا رد البال الجواب كيفاش غيكون كتاخذ السينيس ديال اكس وكدير لي البرهان ديالو سينوس اكس خاصك تبينو متصل على صفر واحد هاد صفر واحد بالنسبه لنا حنا هو اي ديال القاعده سينوس القاعده باقا مكتوبه هو داله متصله على ار سينوس اكس غنقول ليه داله متصله على ار ولكن حنا ما بغيناش ار بغينا صفر واحد كنزيد ديك اللعيبه ديالي وبالخصوص على المجال صفر واحد إذا أنا بحال دابا يلا درت F بينت F متصلة على E اش خاصني ندير دابا غناخد ديك X أس 3 ناقص واحد بالنسبة لي هذه بحال قلتي هي G اش خاصني ندير ليها حتى هي نبينها متصلة على داك المجال E اللي عندنا حنا في السؤال صفر واحد اكس اس 3 ناقص 1 هو خدمة ديال الحدودية اذا غندير ليه الجملة ديال الحدودية هنا غنكتبو على هادي دالة متصلة على R وغنزيد ديك الكلمة وبالخصوص على المجال اللي باغين صفر واحد لأنها حدودية اذا بعد ما انا خدمت كل حاله بوحدها اش غنجي دابا غندير كخلاصه غنجي نقول لهم اف هي داله متصله على المجال صفر واحد علاش لانها مجموع دالتين متصلتين يعني هذا كان تطبيق القاعدة ديال مجموع دالتين متصلتين كيف ما كتشوفوا الفقرة هذه كلها قواعد بحال كنجاوبوا عليها غير باستعمال البرهان
القاعدة الثانية كتقول لك إذا كانت F والجي دالتين متصلتين على E وشدينا F ضربناها في الجي تهي غتبقى دائما متصلة على نفس المجال E. بعبارة أخرى جداء دالتين متصلتين أش غيعطينا؟ غيعطينا حتى هو دالة متصلة. يعني هذه ما محتاجش نديروا لها مثال لان غندير لها نفس الخدمه ديال الجمع، في عوض ما نقول في الاخر مجموع دالتين غنقولوا جداء دالتين. ولكن الحاله الثالثه ضروري خصنا نديروا لها مثال لان غنلقاوها بزاف في التمارين والفروض. جذر اف ما تخلطش ليا جذر اف مع جذر اكس. جذر اكس عندك حق تقول راه متصل على 0 بلس لانفين. توحد ما يقول لك منين جبتها حيت كاينه قاعده في الدرس. ولكن جذر اف شي حاجه اخرى من غير اكس، بحال جذر اكس او كاري زائد 1. الا كتبتي ليه متصل على 0 بلس لانفين غيضرب لك على كل شيء حيت ماشي قاعده. اذا جذر اف الا بغينا نبينوها متصله على واحد المجال اي اش خاصنا نديرو؟ خاصنا نبينو اف يعني كناخذوا داكشي اللي وسط الجذر، كناخذوا داكشي اللي وسط الجذر وخاصنا نبينوه متصل على المجال اي. ثم مع واحد الشرط اللي هو مهم، خاصك تبين ان ما بداخل الجذر موجب مهما يكون اكس ينتمي الى اي. هاد الشرط هذا ماشي انت كتبرهن عليه في الاسئله، هاد الشرط هذا كيكون محقق خاصك غير تكتبه الاستاذ. بحالاش دابا انا عطاوني هاد التطبيق اف دو اكس جذر اكس او كاري زائد 1 وقالوا لي بينها متصله على 0 بلس لانفيني. الا بغيت نتبع القاعده، القاعده كتقول خذ داكشي اللي وسط الجذر، خذ اف اللي وسط الجذر وخاصك تبينها متصله. هذا اول شرط، يعني انا غناخذ داكشي اللي وسط الجذر اكس او كاري زائد 1. اش خاصني ندير داكشي اللي وسط الجذر؟ خاصني نبينو متصل. علاش؟ على 0 بلس لانفيني. اذا هادشي اللي غيكون وسط الجذر اش غيكون؟ راه غيكون يا حدوديه يا جذريه يا سينيس يا كوسينيس على حساب التمرين. اذا انا هادشي اللي عندي وسط الجذر هو عباره عن حدوديه، بمعنى غندير ليه البرهان ديال الحدوديه، غنقول عليه متصله على ار وغنزيد ديك اللعيبه وبالخصوص على المجال 0 بلس لانفيني لانها حدوديه. هذا يلا الشرط الاول، يعني يلا بينت داكشي اللي وسط الجذر متصل. مع الشرط ديال ما بداخل الجذر خاصو يكون موجب، ضروري ما نذكرو ليهم. هذا الشرط راه كيكون شرط محقق خاصو يتكتب. كيفاش خاصو يتكتب؟ كنقول لهم اكس اس 2 زائد 1 اكبر من صفر، ولكن هذه ضروري ما ندير حداها مهما يكون اكس ينتمي المجال اللي خدامين عليه 0 بلس لانفيني. يعني هذا الشرط ديال الموجب راه دائما محقق، غير ما تنساش تكتب هذه، يعني مهما يكون اكس ينتمي المجال اللي كيعطيوك هما. اذا دابا ما ترك درتي جوج شروط، الاول بينتي داكشي اللي وسط الجذر متصل، الثاني بينتي داكشي اللي وسط الجذر موجب. يعني دابا عندك حق تقول اذا اف اللي هي كتبها لكم باش تبان، اف اللي هي جذر اكس او كاري زائد 1 نقدر نقول عليه داله متصله على المجال 0 بلس لانفيني. اذا هاد الخدمه هادي هي اللي غنديروها من غير يكون عندنا جذور. بقات لينا اخر قاعده اف والجي دالتين متصلتين على اي، اف على الجي، اف على الجي كنقولوا خارج دالتين، القسمه كنقولوا لها خارج. اذا الا عندك اف والجي دالتين متصلتين راه الخارج ديالهم اللي كنقصد به القسمه حتى هو غيكون داله متصله على نفس المجال اي، مع واحد الشرط مهم، المقام اللي هو الجي خاصو يكون كيخالف صفر. حتى هذا راه شرط محقق خاصنا غير نكتبوه ونديرو مهما يكون اكس ينتمي الى اي. بحالاش شوف معايا هاد التطبيق، اف دو اكس هي
كوس اس 2 ديال اكس على اكس اس 2 زائد 1. هاد الداله هادي بغينا نبينوها متصله على 3 بلس لانفيني. هادي خاصني نبين الفوق متصل والتحت متصل، ومن بعد نقول ليه الخارج راه حتى هو متصل. غناخذ كوس وكاري ديال اكس، هذا حتى هو نقدر نقول عليه داله متصله على ار. قاعده اللي كتقولها واخا اس 2 بحال كوس بحال اس 2 عادي. وغنزيد ديك الكلمه وبالخصوص على حنا بغينا 3 بلس لانفيني. اذا دابا انا درت قاعده ديال الكوس باش بينت البسط راه متصل. دابا نهبطوا للمقام اكس اس 2 زائد 1، حتى هو خاصنا نبينوه متصل مادام هو حدوديه. دونك الجمله ديال الحدوديه داله متصله على ار، وكنزيد ديك اللعيبه وبالخصوص حنا اش بغينا 3 بلس لانفيني، وديك اللعيبه لانها حدوديه. اذا دابا انت بينتي البسط متصل والمقام متصل، اذا خاص الخارج حتى هو يكون متصل، ولكن مع الشرط. ما ننساش الشرط، الشرط هو انني غنقول ليه اكس اس 2 زائد 1 يخالف الصفر. هذا راه شرط دائما غيكون محقق، ولكن ضروري ما دير مهما يكون اكس ينتمي 3 بلس لانفيني، حيت هو كيكون محقق غير في داك لانتيرفال اللي كيعطيوك هما. اذا بينتي اف متصله وبينتي جي متصله وبينتي جي تخالف الصفر، يعني راك طبقتي القاعده وعندك حق تقول في الاخر اذا اف غتكون متصله على المجال 3 بلس لانفيني لانها خارج دالتين متصلتين.